إضراب عام وطني يوم 24 من الشهر الجاري ولمدة 24 ساعة، ذلك هو التصريح الذي خرجت به النقابة المغربية الأربع الأكثر تمثيلية بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وذلك ردا على ما اعتبرته النقابات الأربع تجاهلا لمطالبها العمالية. بعد أن استنفدنا جميع وسائل الإقناع للسيد رئيس الحكومة والحكومة ديالو من أجل الرجوع إلى جادة الصواب، من أجل حوار وتفاوض حقيقي لتحسين أوضاع الشغيلة المغربية، سنعلن عن قرار نضالي ألا وهو الإضراب العام الوطني في كل القطاعات المهنية، وهذه محطة أولى نضالية اللي داخلة في البرنامج اللي كنا سطرناه، ستليها إضرابات ومحطات نضالية أخرى. من بعد ما فشلت كل المحاولات ديالنا لفتح باب الحوار، واللي الحكومة مع الأسف أنها ما تلتزمتش بالمواعيد ديالها اللي كتحددها، وعلى كل حال الصبر ديالنا وصل لواحد الحد اللي إذا فكان لابد من اتخاذ القرار النضالي ديال الإضراب العام. اليوم تعلن النقابات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام الشغالين، الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن محطة تصعيدية من أجندة نضاليتها ضد المنهجية أو المقاربة التي تسلكها الحكومة، وهي سد باب الحوار بدون أي مبرر، ثم كذلك الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وكذلك تغييب المقاربة التشاركية مع الفاعل الاجتماعي. إذن يوم 24 فبراير سيكون محطة الإضراب العام في القطاع العام، في القطاع الخاص، في الجامعات الترابية، في قطاع النقل، في المهن وكل المنشآت التجارية والاقتصادية. قرار الإضراب الوطني العام الذي أعلنت عنه النقابات الأربع صباح اليوم جاء بعد اجتماع عقد أمس بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الضغط على الحكومة لحثها على تنفيذ مطالبها المادية والحقوقية وتحسين الوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة. الإضراب جاء نتيجة للتعامل لمسؤولي الحكومة الحركة النقابية مع المطالب المادية والاجتماعية للأجراء والطبقة العاملة. حنا شنو كان المطلب ديالنا؟ كان المطلب ديالنا بسيط وواضح ولكن في السوق عميق، هو مطلب حوار اجتماعي، والحوار الاجتماعي عنده قواعد، عنده أسس، عنده جدول أعمال، عنده حوار، عنده نقاش، وبالتالي أنه كان لابد ما يكون هناك حوار اجتماعي لمعالجة كل القضايا والمطالب اللي أعطينا السيد رئيس الحكومة أكثر من مرة. ستجتمع المركزات النقابية من أجل تسطير الاستراتيجية التي يجب أن نتخذها من أجل إنجاح هذا الإضراب العام. ونحن طبعا الحال كمركزات نقابية متفائلين جدا أن الإضراب العام سيحقق الهدف. طبعا الإضراب العام الآن ساري، إذا السي بن كنان هدى الله من أجل دعوتنا إلى فتح حوار، إحنا مستعدين، لأننا الإضراب ديالنا هو من أجل المثل المطلبي وليس من أجل شيء آخر. إذا ما هداش الله الإضراب ساري مفعول، وسوف نصدر برنامج آخر نضالي من أجل الضغط وفرض على الحكومة من أجل الجلوس على طاولة الحوار. الكرة إذن في ملعب الحكومة للعودة مجددا إلى طاولة الحوار من أجل تجنيب البلاد تبعات إضراب عام وطني سيشل حركة كل القطاعات الحيوية للبلاد والتي تمس المواطن المغربي بشكل مباشر.